سلامة مرحبا لاباس الحمد لله عايشك لاباس انت الحمد لله ايش عامل فيك رمضان سافا الحمد لله سامارش لو كنت عرفنا بروح بون سميرة الكرتلي أسيرة ولاية القصرين طالبة بكلية العلوم ببنزرت نعمل في الدكتوراه جوستومون اليوم جيت لتونس العاصمة نلوج فين باش نعمل ستاج انت يا اتيديون تتلوج على ستاج نحسوا اليوم لي زيتيديون عندهم مشكله باش يدبروا ستاج معناها فماش مشكله برشا مشاكل وكونكلوزيون انا ننصح اي طالب يعني باش يعمل دكتوراه ما يعملهاش في تونس الحقيقه خاطر ما فما حتى شيء لي كونديسيون ما همش فابورابل جمله كما قاعدة تشوف أنا يعني جيت من 8 وأنا اللوجة كندق في البيبان مشيت للي سوسيتي على الستاج وفي الآخر يقولولك برا حط دوموند وقاعد استنى وفما ساعات اللي من الباب يردك فهم فما اليوم الباب رجعك فهم يا تجي من طرف شكون يا من الباب يقولك لا ما عناش وما نقبلوش ومكافين وك الحكاية فوالا سيتو اليوم الطالب أبار إنه استاج معناه حتى كي يكمل القراية ويتخرج وكل شيء هل إنه فرصته في باش يلقى خدمة موجودة وإلا لا؟ ما عندوش فرصة وهذا من تجربتي الشخصية أنا ماستر 2019 يعني بقيت عامين على أساس قلت اللوش في خدمة لكن الحقيقة ما فهمش نعود هيلك كان عندك المعارف ولا عندك الفلوس نجم تدخل تخدم ما عندكش هذو مزوز باش تقعد هكاك انا والله ساعات نوصل نقول كان سنين كما يقول كريم الغربي سنين اللي قعدتهم بطل سنين اللي قريتهم كان عملت بهم فورماسيون على خاطر توا تحب ولا تكره كان جمعت لي فورماسيون يعني تمشي تعمل فورماسيون تحل مشروعك وحدك هذاك اللي ماشي توا اما تقرا لا معناها صنعت اليد هي اللي دوم اليد هي اللي توصل بالنسبه لي رايي الشخصي صنعت اليد هي اللي توصل القرايه لا كيف انت ماخذه الفكره هذه علاش تكمل في الدكتوراه الحقيقه هبها يعني انا الفكره هذه جاتني بعد الماستر انا ماستر 2019 يعني بعد الماستر قلت سي بون يلزمني تاون ندبر خدمه خاطر كمان 5 ولا 6 سنين في الفاك وانت تصرف من عند داركم سي لو تاون قايت باش انك تعمل على روحك وكذا عامين كاملين صحيح هو كما نقول لك شويه ملحنه وشويه مرتبط ليدي انا سعيد شويه مش برشا ولكن ما سهلش ربي وما لقيتش خدمه فك العامين هيكم اللي بقيتهم هكاك فما عرفت اللي كان عملت فورماسيون كان خير فهمت كيف او فوالا عملت فورماسيون في الصحافه وزاد ما لقيتش فيها حظي دونك وليت التجأت اني نرجع نكمل التيز وبالكشي ربي ينوب بعد التيز ان شاء الله باهي في العامين اللي انت ارتحت فيهم رجعت للقصرين يعني جيت رجعت لمسقط راس رجعت لمسقط رأس القصرين اللي مش نحكي عليها الحقيقة ولو انه ما هوش متوفر فيها حاد شيء ابسط ظروف الحياة مش متوفر فيها جملة ولكن الحمد لله ديما الواحد يقول الحمد لله وفخور مش حتى ببلاد وبالمنطقة اللي انا عايشة فيها كمان تحب تكرة تمشي تبعد تسافر يلزمك ترجع لبلادك وبقيت يعني عامين فما العامين هذوكم ما ندمتش انه مثلا كان بقيت تشوف فيهم خدمه خير معناها يعني قلت لك بالضروره خاطر مش بالضروره تخدم في دومينك راه انا كونتر انا نحب نخدم في دوميني الحق يعني انت من سينو نخدم في حاجه فيها برشا فلوس برشا فلوس يعني أنا لازم حاجه تصور نقول لك معناها انت يا تخدم في دومينك اللي انت قريته يا اما لا يا نخدم الكونتر من الاخر الحاجه اللي تجيب الفلوس تحب ولا تكره هذاك هو اللي ماشي تو مثالش معناها علاش كان حتى كان قرينا وما لقيناش في دومين لازم ما نقفوش ما انا قلت انا رايي الشخصي لا نحب نخدم في دومين خاطر شو انا جربت راه خدمت في معمل تاع خياطه الاهانات اللي تتعرض لها راه ماهوش نحكي بالحق دي نيفو ولا حاجه املي اما كمان انا كي ندخل لك بديبلومي باك بلس 5 ولا اللي هو ميسالش حطني فين تحب انت اما اعطيني على قد ديبلومي يعني انا دخلني اوفريي
نلقى شيف اللي هي تاخذ 750 الف ولا 800 الف اللي هي من با نيفو نتاعها 6 اني. ان شاء الله تسامحني ما نقصد حتى شيء، اما يعني شيء لزق. وانا باك بلس 5 ولا قداش يعطي فيه 300 الف، وكان عجبك يعني وانت تخدم تحتها فهمت، هذاك علاش قلت لك ماذا بيا نخدم في دوميني ابار دوميني. نو دومينك فماشي هكا ضوء دوميني جيولوجي الحقيقه صعيبه شويه خاصه في تونس. تونس صعيبه، تخممش انك مثلا تكمل البرة تو انت بكري حكيت انه توصي طلبه انه ما يخموش في الدكتوراه في تونس. اي البر عندك فلوس فازي، يعني انا مثلا والدي ما همش قادرين باش يعطوني 20 ولا 25 مليون باش نمشي نقرا بهم البر. سينو يعني اللي عنده علاش لا، اما احنا يعني الزواولة نتبعوا تبع فهمت كيفاش، هاكا في تونس ومعاهم هما يعني مع لي زونكادرور سامحني يدبروا لك هما دي ستاج البرة مثلا تاع 3 4 شهور جوست باش خدمتك تكمل في فيسع، خاطر هنا في تونس عادي انا نعرف شكون 7 و6 سنين وهو مازال، علاش على خاطر لي ماتيريال ما همش متوفرين. لو انت ان شاء الله تكمل تولينا دكتوره قد الدنيا. تو ديجا دكتوره بطاله. دكتوره من بعد شنو تخمم باش تعمل؟ شنو نخمم باش نعمل؟ الحقيقه ما نقولش هجه، اما خارجه من البلاد. خارجه من البلاد باش انك تنجم تعيش بها وتحقق اللي تحلم به الكل. باش نسألك توا سؤال نوعا ما خطير شوية، ديما يقولوا البنات معناها اللي ما تفلحش في القراية تقول لك نورمال هاني توني خوراج، شنو رأيك في الفكرة؟ لا 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 والله لا تكذب على روحك سامحني في الكلمة، ونعاود نرجع لك رأيي الشخصي. بالنسبة لي أنا الراجل آخر حاجة، فما ما أهم نعاودها لك أهم أنك تكمل تقرا والا تخدم. يعني انا ريت مثلا البنيه اللي في الدار اللي ما عندها ما تعمل فهمت، مثلا لا صنعة سيرتو نحكي لك احنا في بلادنا في القاسرين عنا برشا في الارياف ما همش يعملوا في حد شيء، جوز هاوكا خدمه في السواني ولا اللي هو انا ماذا بيك هو فات العشرين تمشي تعرس، اما يعني واحد هكا مازال يقرا وكذا لا كمل قرايته في عقله يخدم يحاول يملك عرسه طول. انا لا هي لو كان يجيك شكون معناها و يجيني شكون توا سا ديبون انت والظروف ما حكينا فيها والدار ما شاء الله هي لهاني قلت لك يعني اسم انت بكري قلت لي ما نعرسش كان ما نعمل كهربا و كهربا كان مثلا نجيبهم لي هو مثال زيت الخير ما نقولش عليه هكاك صحيح. تو كلمة الختام شنو باش تقول؟ كلمة الختام ميرسي بوكو لك انت ساعة لزميلك الكاميرا مان عايشك وفرحانة برشا سلام كا كلمة لي زيتيديون نقولهم ميسالش حتى كان ظروف صعيبة ما تأيسوش كملوا الله غالب هذيك هي بلادنا ما علينا كان نصبروا ونحاولوا نقدموا ونحاولوا انه احنا اللي نرفعوها ونقدموا به. ميرسي بوكو.